السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي كرام، أخوات فاضلات، معكم صديق صادق. هل نستطيع القفز مباشرة من الـ 3G إلى الـ 5G؟ هذا هو السؤال اللي تعرضت له عدة مرات يعني في خلال السنة الماضية، وحبيت أنه اليوم يعني أجاوب على هذا السؤال على ضوء المعلومات اللي أعرفها يعني عن هذا الموضوع. بداية، كل دول العالم يعني عندهم تسلسل الطبيعي هو أنه First Generation، Second Generation، Third Generation، Fourth Generation، وبعدين جاء الـ 5 Generation أو الـ 5th Generation. يعني الآن مختلف دول العالم بدأت تقوم بتنصيب شبكات الجيل الخامس، ولكن طبعا هل أنه بدأت تقوم بتنصيب شبكات الجيل الخامس من الصفر، يعني بدأت بنائها من فروم سكراتش، يعني من الأساس؟ الجواب كله، وإنما اعتمدت على شبكات الموجودة سابقا، لأنه أهم عنصر في الاتصالات هو الكوست، الكلفة. يعني على ما يعني كما يقول بعض الكتب، أنه تستطيع أن توفر شبكة يعني هائلة تقوم بنقل كل أنواع البيانات بأقصى سرعة تريدها وبأقل تأخير تريده، ولكنه بالنتيجة النهائية إذا أردت أن توفر كل شيء في هذه الشبكة فإنها ستصبح غالية جدا، إلى درجة أنه لن يكون هناك أي شخص قادر على استخدامها. فبالتالي يعني دائما هناك ما يسمى بالتريد أوفس، اللي هي يعني الكومبرومايز، خلينا نسميه، اللي هو التضحية بالأداء من أجل جعل السعر مناسبا، أو يعني رفع السعر إلى بدرجة معينة من أجل زيادة الكفاءة أو الأداء. فبالنتيجة النهائية يعني مختلف دول العالم، ما أعتقد يعني أكو دولة فكرت مباشرة بالقفز من الـ 3G إلى الـ 5G، وإنما التسلسل الطبيعي هو يعني الذهاب من الـ 3G إلى الـ 4G إلى الـ 5G. طبعا هنا أكو عندنا مشكلة في العراق، أنه إحنا لحد الآن عندنا شبكات هي جنرالي بصورة عامة هي 2G، وهناك فشيء يسمونه 3G، ولكنه بالحقيقة يعني أغلب المستخدمين يقولون بأنه هو اسمه 3G فقط. يعني التغطية ضعيفة جدا، ونوعية الإشارة أيضا يعني ضعيفة جدا في أغلب المناطق. فهنا راح يكون عندنا السؤال. على مود نجاوب على هذا السؤال، نرجع شوية إلى الخلف. إحنا يعني أساسا الشبكات اللاسلكية دخلت العراق عندنا بعد 2003. في سنة 2003 العالم أصلا كان عنده 2G و3G موجودة بالفعل، ولكنه إحنا اشتغلنا 2G لسنوات طويلة. بعد ذلك بدأت تدخل لنا 3G بشكل تدريجي وبطيء، ولكنه اكو عندنا اليوم جاب كبيره. يعني ال 4G دخلت العالم سنه 2008، احنا اليوم 2019 اللي هو يعني بعدها ب 11 سنه، ولحد الان احنا ما عندنا 4G. الان الوزاره تفكر بطرح يعني ال 4G كمناقصات، او يعني منح رخص لبعض الشركات للعمل على ال 4G. فبالتالي اكو عندنا جاب كبير، اكو عندنا فراغ او تاخر مقداره 11 سنه عن بقيه دول العالم. في الوقت اللي بدات بيه دول العالم تنصب ال 5G، احنا بعدنا لحد الان 2G 3G ونفكر بال 4G. هل انه من المنطقي ان ننتقل مباشره من ال 3G البطيء والضعيف اللي موجود عندنا الى ال 5G مباشره؟ الجواب كله، لانه يعني للاسباب التاليه. اولا، انه ال 5G لن يكون قادرا على العمل لوحده، وانما سيستخدم الانفراستراكشر او البنيه الاساسيه لشبكات الجيل الرابع. اصلا هو ال5G عندما تم اقرار الستاندرد كمقياس عالمي له، وضعوا نوعيتين اللي هي النون ستاند الون والستاند الون. النون ستاند الون اللي هي الان اس اي، هو ال5G الذي يعمل بنفس الانفراستراكشر الموجود ال4G، فقط مع التغيير الموديوليشن والكودينج والديكودينج وغيرها. الستاند الون اللي هو شلون تقدر تشغل ال5G لوحده بشبكه مستقله. بالنتيجه النهائيه ال4G وال4G ال تي اي اللي هي اللونج تيرم ايفولوشن، وبعد ذلك طلعت عندنا ال تي اي اي اللي هي اللونج تيرم ايفولوشن ادفانسد، شبكة الجيل الرابع لن تتوقف عن التطور. يعني الآن هناك تطوير متوازي للجيل الرابع والجيل الخامس. الجيل الرابع سيبقى مستمر في العمل والتطوير والتحديث، وبعد ذلك الجيل الخامس أيضا سيكون موجودا ويعمل سوية. الانفراستراكشر ستكون متشابهة إلى حد كبير. الآن الناس اللي بدأت تسوي جيل الخامس يعني 5G، كل اللي قامت به هو أنه استخدمت نفس الانفراستراكشر الموجودة للجيل الرابع، وقامت بعملية الدنسيفيكيشن، ما تسمى بالدنسيفيكيشن اللي هي تكثيف أو زيادة كثافة الأبراج لتغطية مساحة أكبر. يعني سابقا مثلا في الـ 4G كانت المسافة ما بين برج وبرج عادة، أو بيس ستيشن وبيس ستيشن، أو الإي نود بي وإي نود بي أخرى، ما بين 2 كيلومتر إلى 4 كيلومتر. الآن عملية الدنسيفيكيشن أو زيادة الكثافة راح تقلل لنا هاي المسافة، بأنه راح نقوم يعني بزرع أو نصب أبراج أكثر ما بين كل برجين، راح يكون عندنا أيضا برجين آخرات أو آخرين يعني. فبالنتيجة النهائية راح تكون عندنا المسافة ما بين 200 متر إلى 400 متر أو 500 متر ما بين برج وبرج آخر. فالنتيجة النهائية أنه أنت لازم تحتاج الـ 4G، لازم تكون 4G موجودة، راح تستخدم نفس الأنتنات، لأنه أغلب الترددات هي المستخدمة بالـ 4G هي نفسها راح تكون مستخدمة بالـ 5G.
يعني ال 600 ال 800 ال 900 ال 1800 ال 2.4 ال 5 كل هذني ال sub 6 يسموهن اللي هن اقل من 6 جيجا هرتز كلها راح تكون مستخدمه بال 4G وال 5G نفسها. الشيء الوحيد اللي راح يكون مختلف هو ترددات المليمتر اللي تحدثنا عنها يعني كثيرا. هذه الترددات راح تحتاج من عندك انتنات مختلفه. يعني الان الانتن عندك مثلا تقدر تخلي مايمو اللي هو 8 في 8 مثلا او 4 في 8 يعني 8 انتنات ارسال و8 انتنات استقبال. اللي قاعد يتنصب حاليا هو اقل شيء 64 في 64 يعني 64 انتن استقبال و 64 انتن يعني ارسال او يعني 128 في 128 وهكذا. يعني فراح يكون عندك مجموعه انتنات القديمه المستخدمه لل 4G راح تستخدم ايضا في ال 5G اضافه الى مجموعه من الانتنات الجديده اللي راح تشتغل على المليمتر ويف. فهذه الخطه اللي انا شفتها حاليا لحد الان يعني في كل الشركات او كل المدن والدول اللي اشتغلت على ال 5G. فبالتالي احنا طبعا شيء طبيعي يعني مستحيل راح يعني نقوم بتنصيب شبكات ال 5G مباشره. هذا شيء مو منطقي لانه مثل ما ذكرت ال 5G اصلا هي راح تكون يعني واي ادفانسد يعني متقدمه جدا على حاجه الناس. لانه التطور اللي قاعد يصير بهذه الدول هو مو فقط انه انا اقعد الصبح طخت براسي انه اكو جيراني صار عنده 5G خل اسوي 5G. هم ما يسوون هذا الشيء. هم بالحقيقه يسوون دراسات يدرسون الحاله الماديه الحاله الاجتماعيه الحاله الصناعيه للبلد او للمدينه. بعد ذلك يفكرون انه احنا محتاجين 4G محتاجين 5G. لانه بالمناسبه حتى في امريكا اليوم واكو مناطق يسموها سب اوربن او اوربن او رور يعني رورال ارياز اللي هي المناطق الصحراويه او المناطق الغير مأهولة بالسكان او البعيده عن مراكز المدن بها لحد الان اكو 3G 3G و4G. فبالتالي يعني ما يعني هذول اللي بعتهم لحد الان يشتغلون 3G. ما اعتقد انه باكر مباشره من راح تتنصب 5G راح يوصلهم 5G مباشره. هم راح يظلون على 3G او ربما يطولون الى مستوى 4G لانه هي تعتمد على الحاجه الحقيقيه. يعني انا كشخص مثلا احتاج من النقال مالتي فقط تكستنج يعني مجرد انه ارسل واستقبل يعني نصوص او احتاج انه مثلا اطلع على فيديوهات بسيطه. ال 3G كلش كافي عليه. ال 4G انا شو اسوي بال 4G؟ يدعم لك مؤسسات صناعيه، يدعم لك يعني صناعه، زراعه، تجاره، نظام مصرفي قوي، نظام صناعي قوي، مزارع نموذجيه، مدن ذكيه، تحتاج 4G و5G. اما انا اذا بعدني لحد الان المستخدم هو يرفض ان يدفع اكثر، يرفض ان يستخدم اي شيء من التقنيه الجديده، واصلا انا اصلا ما عندي انفراستراكشر صناعيه. فهل انا احتاج 4G؟ هل احتاج 5G؟ هذا طبعا السؤال اللي لازم يعني طبعا وزاره التخطيط يفترض انه هي تكون عندها تقارير كامله على نوعيه الاستخدام والحاجه الفعليه. لانه احنا حتى ال 3G اللي موجود اليوم احنا لو نستخدم الفول بوتنشال مالته يعني طاقته القصوى بطريقه مرتبه راح نلاحظ بانه اكو فرق كلش كبير. عندنا قفزه اجتماعيه كبيره في مستوى استخدام تقنيات الاتصالات، ولكنه احنا حتى ال 3G الموجود هو ضعيف جدا. فبالتالي احنا محتاجين 3G اقوى، محتاجين 4G، وبعد 4-5 سنوات نفكر بال 5G طبعا. وهذا الشيء راح يكون هو في وقته راح يكون يعني ان شاء الله يكون منطقي لانه راح تكون عندنا الكثير من المبادرات يعني الصناعيه الزراعيه التجاريه. هوبفلي نتمنى هذا الشيء طبعا. وبوقتها طبعا من يكون عندك صناعه وزراعه وتجاره قويه ذاك الوقت بقطاع مصرفي قوي جزء من السوق العالميه، ذاك الوقت من تقول انا احتاج 5G ذاك الوقت راح يكون الجواب نعم انت تحتاج 5G توكل على الله. اما الان فاحنا خلينا بس ننصب 4G وان شاء الله خير. هذا هو الشيء اللي حبيت انه اتحدث عنه. و بعد تبقى همتكم لإيصال هذا الكلام للمسؤولين لأنه هناك الكثير من الناس الآن يعني كأنه أصبح عندهم فد هزة عنيفة أنه أوكي العالم الآن في 5G يجب أن نذهب إلى 5G مباشرة. الجواب كلا، نحتاج 4G. بعد ذلك بسنوات بعد ما يعني تفهم نوعية الاستخدام اللي عندك، نوعية الحاجة الفعلية اللي عندك، ذاك الوقت تفكر بال 5G. شكرا جزيلا، مع السلامة.